يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز بارك كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زادا مغذيا ومقدسا، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين. يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين. آمين. جسدك يا يسوع ودمك.
يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعما، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحدا طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلبا وحيدا يتألم. آمين. يا حملا وديعا ورفيقا حاضرا، يا صديقا محبا وإلها طيبا يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين. Oh.